أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. ونبدأ بالتحديد مع مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، حيث نفذت القوات الحكومية حملة اعتقالات واسعة النطاق في المناطق والمحافظات التي شهدت تصعيدا في التظاهرات، لا سيما في محافظة ذي قار، حيث أكدت مصادر مطلعة اعتقال نحو 30 ناشطا بينهم صحفي، كما تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر قيام عناصر أمنية باقتحام منزل أحد الناشطين في الناصرية وإرهاب عائلته قبل أن تقوم باعتقال المتظاهر دون أوامر قضائية. دعونا نتابع هذا المقطع. اعتقلوا العالم كله. وفي تصعيد احتجاجي جديد، رفضا لحملات الاعتقالات والاستهداف في محافظة ذي قار، قطع متظاهرو الناصرية الشوارع المؤدية إلى ساحة الحبوب وسط المدينة، وجدد المتظاهرون احتجاجاتهم واعتصاماتهم في ساحة الحبوب اليوم الاثنين احتجاجا على استمرار اعتقال الناشطين. فلنتابع. هاي الأحزاب الفاسدة، هاي الأحزاب، هاي جماعة بديو، هاي الصدريين، واقف فخرنا واسم أطلقه عراقيون ومغردون على منصة تويتر. دعونا نستعرض معكم عددا من التغريدات على تويتر. حسين الثاني قال: رسالة تشرين لهذا اليوم كانت: أنتم واهمون، يا من أردتم كسر إرادتنا، نحن موجودين أو موجودون بكل وقت، ناصريتنا فخرنا. حنان غررت وقالت: الناصرية غصة لكل واحد يحاول يندق بيها، يوم بعد يوم تثبت للعالم بأنها صامدة ولن ترضخ أبدا، فلا تهددون، ومهما تقمعون وتعتقلون وتغتالون لن نتراجع ولن نخضع. ياسر قال: مقتدى يسميكم غوائيين، وهادي يسميكم فوضى، والكاظمي يدس قوة كبيرة حتى تقمعكم، جد راع بيهم لعد وكلهم ما قدروا لكم. مواقف الناصرية ثورة تشرين لازم تتسجل بالتاريخ، وإذا بيوم نجحت الثورة فأنتم السبب الأول بنجاحها. علي فلاح قال: كل العراق يتكئ على الناصرية، ناصريتنا فخرنا. إلى محافظة نجف، حيث أظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي إحراق المتظاهرين في النجف لصور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ردا على القمع الحكومي الذي استهدفهم، وتعبيرا عن وقوفهم ضد النفوذ الإيراني في العراق ودعم نظام طهران لحكومة المحاصصة الطائفية. فنتابع هذه الصور من محافظة النجف. وعلي بطار في سياق أن متصل أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون قيام عناصر يركبون سيارات بأرقام حكومية تابعة لميليشيات الحشد، قاموا بتمزيق صور الشهداء في ساحة اعتصام الحرية بمحافظة النجف. أزعجهم تمزيق صور قاسم سليماني في النجف. دعونا نتابع هذه اللقطات.
ولا ميكنسوش يشيلنا لنا الدوريات الحكوميات القاقبه نعبه يا ياسر هاني روح لمرور خلينا نشوف شو جاي يشرعون ليش تجي يعني هاي شلع عصور الشهداء اليوم ساعات الصدرين هاي دوريات حكومية مقسمين الجماعة على بهاتكم يا الله متظاهرو النجف من جانبهم أعادوا رفع صور شهداء الثورة وحذروا الميليشيات من المساس فيها ولوحوا بالتصعيد في حال تكرار مثل هذه الممارسات دعونا نشاهد هذه الصور النجف الأشرف الأبطال قبل ساعة من الآن هناك جهات مخربة ميليشيات ولا أهالي غير العراق قامت بتمزيق صور الشهداء المظاهرات كانت الغاية خلق فتنة نقول لهم أننا لسنا عاجزين عن الرد لكن القضية أكبر من ذلك والوطن أهم وأسماه وأعلى من الجميع لذلك نكتفي بإعادة تعليق صور الشهداء من جديد ونحذر المساس بأي صورة للشهداء وإلا سيكون الرد جدا مرعب الرحمة والخلود لشهداء العراق واسم ذكرى هلاء قاسم سليماني ما زال يتفاعل عليه المغردون خاصة مع الأحداث الأخيرة في مدينة الناصرية والمحافظات العراقية دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت هذا الوسم على منصة تويتر محمد قال أنا مواطن عراقي لا أتشرف بوجود صور سليماني والمهندس أو أي أثر لهما في شبر من أنحاء وطني اياد غرد قال لم يبقى لمحور المقاولة غير البكاء على الصور وذكرى فطائسهم كما قال أنس قال قاسم سليماني ما فرح لمقتله إلا حر وما لطم عليه إلا عبد لا توجد منطقة وسطى بين الحالتين رهف الاعتياب غررت وقالت الحمد لله الذي أراح الأمة من هذا المجرم الطائفي تستمر الجباية باسم رئاسة الوزراء وبأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رغم إعلان الأخير محاربة هذا الموضوع في أكثر من مناسبة في مشهد يبين ضعف هذه الحكومة وعدم قدرتها على السيطرة على قواتها الأمنية والميليشيات المساندة لها في سيطرة الدجيل شمال بغداد شاهد جديد على استمرار معاناة سائقي نقل البضائع دعونا نشاهد هذا المقطع الذي سجله السائق من هناك قبل الانتقال لاستعراض عدد من التعليقات حول هذا الموضوع هاي سيطرة الجباية مع عمليات صلاح الدين آخر عمليات صلاح الدين مو لغيتوها بأمر من رئاسة الوزراء اللي لغت الجباية شو رجعوها هسه هذول وينهم واقفين ياخذون 15000 من كل واحد زين هاي موقفين السيارات على 15 15 بس باعوا الشرطة والدفاع حياتهم هذولهم باعوهم باعوا يقول لك العالم ليش تحكي هاك اسمع السلام عليكم شنو رجعت جباية مو قالوا الغوها خشب مو قالوا اللغة الجباية حبيب مو قالوا اللغة الجباية أول البارحة يعني هاي الشرطة إذا يلاقونا ذول الدوريات اللي هنا نقول لهم رجعت إذا هاي دوريات كانوا يلاقونا هنا يوقفونا سيارات نقول لهم رجعت عادي آه يعني عاد رجعت رسمي غير آه يلا خير إن شاء الله دعوة من رئيس وزراء مستعش أليف يأخذونها ببلاش من العالم يقولون بأمر رئيس الوزراء رجعت جابة جباية يعني الحكومة التي تفرض جبايات أو ضرائب عليها أن تقوم بتعبيد الشوارع يعني منظر الشوارع في العراق يرثى له دعونا نتابع تفاعل الجمهور على منصة فيسبوك حول هذا المقطع السيد أحمد قال حبيبي هاي السيطرات تنباع بيع من قبل الحكومة اللي يدفع أكثر الحكومة هو يلزم سيطرة ويظل بكيف يأخذ فلوس من الناس جميل الجميلي قال رئيس الوزراء خايف على إذانة ليتقطعن جاي تحكي أنت
أبو قتيبة قال هذه نتائج المحاصصة، كل شبر بالبلد كعكة يخطط لتقسيمها بين الأحزاب أو يخطط لتقسيمها بين الأحزاب. أبو فاطمة قال جندي سارق ويتجاوز على رئيس وزراء، شنو هاي؟ وين وزير الداخلية؟ يقول احتشد الآلاف من الراغبين بأداء الامتحانات الخارجية اليوم الاثنين أمام مديريات الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد، مطالبين وزارة التربية بتمديد ساعات العمل في المديريات إلى 5 مساء لاستيعاب الزخم الحاصل بالتقديم في وقت تعاني فيه البلاد من تفشي فيروس كورونا وتبعاتها الصحية بسبب انهيار النظام الصحي. دعونا نشاهد معا الحال من بغداد والفوضى التي رافقت عملية التقديم في هذا المقطع. والله العظيم قال لك تباعد اجتماعي. في البصرة لم يكن الحال أفضل مما عليه في بغداد، حيث احتشد الآلاف أمام الأماكن المخصصة للتقديم دون مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي، وبسبب سوء تنظيم عملية التقديم من قبل وزارة التربية في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انتقال الطفرة الجديدة لفيروس كورونا للبلاد بسبب الإهمال وعدم التزام المواطنين بأدنى شروط الوقاية الصحية. على الأقل يكون التقديم إلكترونيا، يعني مسألة بسيطة، أبسط الدول الآن في العالم تقوم بتوفير هذه الخدمات إلكترونيا. دعونا نشاهد هذه الصور من البصرة. محمد عبد السادة عبد الرزاق مصطفى علي عبد الحسين سلمان حاطين هاي أحمد حافظ جبار دعونا نقرأ بعضا من التعليقات على منصة فيسبوك، تفاعل الجمهور حول هذه المقاطع. أحمد قال إيه بالفعل، كل طالب 50,000 ورسوم مصرفية 13,000، يعني المجموع 63,000 لكل متقدم، نضربها 600,000 متقدم تطلع 3,078,000. طلعت ميزانية الحكومة لهاي السنة على حساب الطلبة كما يقول. مهدي الحسناني قال من الأفضل أن يكون التقديم إلكتروني ويكون استقبال الطلاب عن طريق وجبات من خلال الرسائل الإلكترونية، وبذلك تكون انسيابية بالعمل وتقلل من زخم المراجعين لليوم الواحد، لكن تعودنا على الخربطة والعشوائية كما يقول. أبو عقيل قال والله عمي مهزلة وماكو احترام من وزارة التربية للمواطن، يعني هي هاي حالة؟ يتساءل. أحمد قال زين ليش ما يسوون التقديم إلكتروني ويفضون الناس؟ نعم، نذهب الآن إلى فقرة أنت ترى. أظهر مقطع مصور وصل لقناة الرافدين عبر خدمة أنت ترى من مدينة الناصرية جانبا من القمع الحكومي للمتظاهرين والاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي في مواجهتهم من قبل القوات الحكومية التي تعهدت قياداتها بعدم استخدام الذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين في أكثر من مناسبة. دعونا نتابع هذه اللقطات.
أهلا بكم من جديد. وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها: متظاهرو مستودع الفاو النفطي المعتصمون منذ أكثر من سنة ونصف يطالبون وزارة النفط وشركة نفط البصرة بإصدار أوامرهم الوزارية وتشغيلهم بعقود وزارية وفقا للقرار 174 أسوة بالعقود الوزارية التي تم تخصيصها على محافظة البصرة والتي لم تشمل قضاء الفاو فيها. نذهب الآن إلى الهاشتاج. مرت يوم أمس الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الصحفي البصري أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي بعد أن انتقمت الميليشيات منهما بسبب مواقفهما المناهضة لإيران وللفساد في العراق، وذلك بعد أيام على مقتل قاسم سليماني. ناشطون غردوا في هذه المناسبة واستذكروا الفقيدين على وسم قضيتنا قضية وطن مسلوب، المستوحى من آخر كلمات للشهيد أحمد عبد الصمد قبل استشهاده بساعات. دعونا نتابع بعض من التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الوسم. آمنة قالت: منكم تعلمنا بأن الكلمة الحرة وقعها أشد من وقع الرصاص، لذلك قتلوكم وسيقتلوننا. مصطفى الأمين قال: البصر بحاجة إلى صوت أحمد عبد الصمد وعدس الصفاء غالي. بتول: في كل مرة يغتال أحد من أبناء وطني أنا أزداد إصراراً على المطالبة بالوطن. أثير قال: يا خسارتنا الكبيرة ما تتعوض، لروحك السلام والمغفرة يا أحمد عبد الصمد، قضيتنا قضية وطن مسلوب، رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. نذهب الآن إلى القصص المنوعة. كيف تحولت حملة التلقيح في فرنسا ضد فيروس كورونا إلى فضيحة دولة؟ تفاصيل الموضوع مع موقع أنا العربي، فلنتعرف. كل ما تفعلونه على واتساب بات في يد كل الشركات المملوكة لفيسبوك، وذلك وفقا لسياسة الخصوصية الجديدة، وإن لم تقم أو لم توافقوا فحسابكم مهدد بالحذف. تفاصيل أكثر مع هذه المادة المنتجة من قبل موقع إيجي بلاس عربي، فنتابع.
إثيوبيا تضع حجر الأساس لبناء سد جديد على نهر النيل، هل تردع من قبل مصر والسودان؟ دعونا نتعرف مع تقرير لشبكة رصد. بهذا التقرير نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.